هذا اقتضى الكل اللي هو مفيد الوالدين ولكن اللي هو عقل بيه يا ولي يا ولي يا ولي هو قصيدة كوبا انه يخافي ما شاء الله ان يطلقيني انت الكبار ترحمني بالام بسم الله يا خالقي نشيل ارواح يا المولى الحنان كنز الاكوان يا راني نطلب فيك كل مساء وصباح تقبل لي للوالده يا سلطانيا دابت عيسى اللي كانت مفتاح سهيت عمري على شواز منية ربيتني على طهر والصلاح حمرت وجهي الضيفي ذا جانية اصبر يا قلبي العز عدي يا راح ما عدنا نرى وقرت لعيانية رحنا ليها فان قبر يوم التصباح نبينا هدى احنا منا بانية بعد نكون تصحيح لفطولي الاجراح من الثوب اللي كان دافي عرانية جرح الام صحيف فايد كل اجراح خلاني مثل الجاية حيوانية بسم الله يا خالقي نشيل ارواح يا المولى لحدنا كنز الاكوانية الوالدين كنز لا يتلاح اللي فرط فيه يبقى جيعانية ما جيتي بالماء نعطي سبع القاح يجوني الأحباب جملة بالفانية الخيار من العرب فرسان ملاح يردوك قبال الأقصى والدنيا دير لها فدوى تكون على صلاح مثلك خدمة على طول زمانية ما جيتي بالماء نعطي سبع القاح ويجوني الأحباب جملة بالفانية بسم الله يا خالقي نشيل أرواح يا المولى لحدنا كنز الأكوانية راني نطلب فيك كل مساء وصباح للي مفهومين ضد العود يانية الله طالب جال أمر لا يتناح ما ينفع لا مال ولا عوانية ما خلى حيدار واصحاب الكفاح ما خلى نبيك طه العدلانية الدنيا جات وتلاقي بالتبراح يا مهدي يديك بذن الرحمانية قال الهام ما فيك رغبة لا صلاح يوم النزابيك نرجع للفانية عمري تفنى والقبر علي بالراح قالوا لا ننساه وما ينسانية الصيفة اللي كانت مليحة تقباح يطيحوا الأضراس مع الأسنانية بسم الله يا خالقي نشيل أرواح يا المولى لحدنا كنز الأكوانية راني نطلب فيك كل مساء وصباح وتقبل لي للوالدة يا سلطانية
روحي من عندي وسالع للجياح حواسين عليك ظهر وخوف يا نية ما دامت من كثر مالو تسرح ما يبقى خليل يمشي حافيانية لا تبقى لا طايرة ولا زحزاح ما يبقى خليل ولا عميانية ما يبقى من شاد الحكام ويفرح لابد ياتيه يوم الأحزانية يلاقي مولاه في حالة تقباح فيها الرشوة والفرايض نسيانية وين اللي داروس ريات التسطاح خدمة وتزاق برودة خلانية وين اللي كسب الذهب قالي وضاح أداروا خدام حر وصفانية وين اللي ربى ازواج وفلاح إذا جات النعمة يعشي زهوانية وين اللي ربطوا المحاصن من الأقراح القيطان يشال وشو نظرة حيانية هذا المذكورين جملة حي وراح مسكنهم تحت الحوت السوفيانية انقل لا ساعة خلا يقون الصاح من الدنيا ندوك طيعت لك ثانية بسم الله يا خان قينا شي الأرواح يبعو للعنة كنز الأدوانية راني نطلب فيك كل مساء وصباح وتقبل لي للوالدة يا سلطانية ريحة يديروها تكفاح ما فيها لدين ولا عصيانية ربي وصانا بالأمر اللي يضاح أتهنى في الدين ولا نسيانية اللي فرط فيه رهن الجياح كفر كابي الله Thank you.